محاولات إيران المتكررة لتطبيع الشيعة في دول الجوار هي محاولات مستمرة وبشتى الأساليب، فإيران عبر السياسة والدين تحاول فرض نفوذها وقرارها، ولعل العراق والمحاولات المتكررة في هذا البلد هو خير دليل على نهج إيران. رئيس جائزة هاني فحص للحوار والتعددية مصطفى فحص فند في حديث خاص لأخبار الآن علامات يمكن رصدها لرفض شيعة العراق التدخل الإيراني. لو لاحظنا في الفترة الأخيرة في خلال منذ أسابيع كيف تعاملت المرجعية النجف عبر خطيب وكيلها في كربلاء الشيخ الكربلائي حول علاقة الحشد الشعبي في الانتخابات، الكربلائي كان واضحا ويتحدث باسم المرجعية في خطاب الجمعة بأن المرجعية ترفض مثلا كتلة الفتح التي تمثل الحشد الشعبي في البرلمان، وقال الكربلائي موضحا أن من ضحوا بأنفسهم من أجل العراق هم لم يطلبوا مناصبا في الانتخابات، فأنتم لا تمثلوا بمعنى العام الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هو ممثل من خلال مؤسسات الدولة. في العراق هناك حشدان، هناك كتائب تابعة للمرجعية، كتيبة العباس وكتيبة الإمام علي، والتي أعلنت عن حل نفسها واندماجها في المجتمع واعتبرت أنها جزءا من القوات المسلحة وليس لها أطماع سياسية، وهي كتائب ضحت وقاتلت إلى جانب القوات المسلحة. هناك أيضا كتائب من الحشد الشعبي أيضا ضحت وحاربت ولكن كان لها نسق سياسي آخر، هي فعليا من خلال قيادتها تتبع وتمول من قبل طهران وتنفذ مشاريع قوية صالحة لإيران خارج حدود العراق. ولو لاحظنا كلام رئيس الوزراء العراقي الذي كان واضحا بأن المرجعية أفتت للحشد في الجهاد فقط دفاعا عن المقدسات في العراق، يعني ما إلنا خصة في سوريا، وهذا بخالف ما تريده إيران من خلال الكتائب العراقية الموجودة في سوريا. لذلك عندما نتعامل مع الحشد يجب أن نتعامل مع حشدين، حشد يتبع للمرجعية وحشد يتبع لإيران، والمرجعية نأت بنفسها بحشدها عن السياسة، بينما إيران تحاول من خلال الحشد التسلل إلى البرلمان العراقي.